لكن عندنا خبر تاني مهم جدا، وهو قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بإقامة تمثال للنائب السابق للنادي الأهلي الأستاذ العامري فاروق رحمة الله عليه بمقر الجزيرة، وإطلاق اسمه على المبنى الإداري الرئيسي. المبنى الإداري الرئيسي ده يا جماعة اللي هو بيضم كافة الإدارات وملاعب الإسكواش والجيم والنادي الصحي، وده تقديرا لعطاء الأستاذ العامري فاروق اللي أنا قلت مش بس النادي الأهلي هو اللي فقد كادر رياضي إداري مهم جدا من الطراز الأول، لا أنا بشوف إن الرياضة المصرية فقدت بالفعل كادر إداري رياضي من الطراز الأول وهو الأستاذ العامري فاروق. طبعا الكلام ده هيكون في حفل تأبين للأستاذ العامري فاروق يوم 30 مارس يا فارس، ويمكن كمان كان بعد الجلسة دي وبعد القرارات دي كان في جلسة ودية كده مع دكتور خالد العامري ودكتور هشام العامري ونجل طبعا الأستاذ العامري فاروق إبراهيم العامري مع مجلس إدارة النادي الأهلي، أعتقد ده اللي اعتدناه في النادي الأهلي يا فارس. ده حقيقي، ويمكن دي من مميزات النادي الأهلي يا جماعة. يمكن أعتقد إن الوزير السابق العامري فاروق ونائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي طبعا يعني ربنا يرحمه كان ثقل إداري في النادي الأهلي، وأعتقد يعني القامات الإدارية والقدرات الإدارية القوية بمعنى القوية في المجال الرياضي بتنقصنا كتير جدا. يمكن بنشوف الكفاءات داخل النادي الأهلي وداخل مجلس إدارة النادي الأهلي يا جماعة ده مش بالساهل، والله لازم الناس تفهم ده. يعني من أول كابتن محمود الخطيب للأعضاء تحت السن، فكرة كابتن محمود الخطيب وتدرجه ووجوده مع يعني مجالس إدارات مختلفة، واشتغل في أماكن تنفيذية مختلفة، والمكتب التنفيذي في النادي الأهلي ده قصة وشغلانة وحدوتة ورواية حكى فيها كتير جدا. يعني مطبخ القرارات طبعا وقرارات إدارية وإشراف على قطاعات في النادي الأهلي، ثقل إداري. المهندس خالد مرتجي أيضا لديه ده، مش عايز بقى أقف عند الأعضاء يعني، لأن كل أعضاء النادي الأهلي مش عايز أذكر حد وأسيب حد، كلهم لديهم أيضا حد ثقل اقتصادي وثقل فكري وثقل استثماري، وكلها عقليات كبيرة جدا جدا. فأنت بتتكلم عن أن أنا بشوف عمود من أعمدة النادي الأهلي أنت بتفقده، وهذا الرجل يا جماعة يعني هو ثقل إداري لا يمكن أن حد يتخيل حجمه، لأنه هو فعلا مقاتل وشرس. يمكن بفتكر حاجات كتيرة جدا مش ملفات حتى حديثة والصلاة، ولأن في النهاية هو كان مؤمن داخل منظومة النادي الأهلي بضرورة النادي الأهلي يكون أول. ولكن أنا بتكلم عن حاجة يمكن الناس تحب تتجنبها، ولكن أنا العكس تماما. يمكن في وقت من الأوقات لما تواجد الوزير السابق العامري فاروق في مجلس إدارة النادي الأهلي وكان من خارج قائمة الكابتن حسن حمدي، دي تجربة بالعكس تعلمها الأجيال، إزاي أنا جيت خارج القائمة، إزاي أدائي داخل المجلس، إزاي لأوقات كتيرة جدا يرجع نفس المجلس يسند لي ملفات، إزاي يكون ليا دور، إزاي بعد كده أقدر أكمل في المجلس وترشح في مناصب مختلفة ونائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. يا جماعة هو ده الثقل والشراسة الإدارية والذكاء والوعي الإداري اللي ما تكونش عند ناس كتير، وإن أنا إزاي أكون عندي القدرة والثقة إن الجمعية العمومية تثق فيا، وإزاي على الترابيزة أخلي حتى المختلف معايا يثق إن أنا شخص عندي رؤية وقدرة على إدارة الملفات. حواديت وحواديت ممكن تتحكي وممكن تقول فيها إزاي طبيعة المقاتل الإداري الشرس. وأنا هنا والله ليس على سبيل المقارنة، ولكن قلنا لكم إزاي في عقليات رياضية وفي اتحادات يا أسامة الرياضي الإداري الغير شرس، الإداري اللي يستسلم للإخفاق ويستسلم لفكرة الاستقالات والانسحابات وإن هو ما يقدرش والتنصل من المسؤولية. فأنا بشوف إن دولاب العمل الإداري داخل النادي الأهلي يا أسامة هو غالبا إذا أنت أردت إنك أنت تكمل في هذا الطريق، وإذا كنت حبيت يعني تتشبع من مدرسة الأهلي وتطبقها في المكان اللي أنت بتروحه، وأكيد أنت فاهم كلامي، وعارف أنت هتبقى عارف إن أنت هتبقى أمام إداري شرس على الترابيزة. خليني أقول لك التلميح اللي أنت بتقول ليه على طول، هي فكرة إن في ناس النادي الأهلي بيشيلها وفي ناس الكفة متوازنة على قدر ما أنا بمنح النادي الأهلي قوة وشراسة، النادي الأهلي بيمنحني ثقل. في ناس لا بتاخد الثقل ده من وجودها داخل النادي الأهلي فقط لا غير، فلما بتخرج بره إطار النادي الأهلي بتتكشف. هو ده باختصار شديد اللي انت كنت عايز تقوله في غالبا. يعني اعتقد يا جماعه يعني النادي الاهلي اكيد اللافته واللمسه الانسانيه دي اجيال بتسلمها لبعض،
واحنا عندنا عايش ناس في ذكرانا وكلهم رحلوا. شفنا الحاج تيسير الهواري قريبا كان رحيله، وشفنا حجم الوفاء وهذا الرجل اللي يعني الواحد بيتحدث عنه. انا افتكر كان في فتره من الفترات كده في ندوه انتخابيه للمهندس ابراهيم المعلم كان بيتحدث عن اسهامات الحاج تيسير الهواري، فاذا بالحاج تيسير الهواري يبكي بكاء شديدا لفكره ان انتوا بتذكروا اللي انا عملتوه وانا راجل عمري ما عملت للنادي الاهلي حاجه وانتظرت ان هو يقولها. فجماعه ده النادي الاهلي زي ما احنا بنحبه، هو ده النادي الاهلي احنا بنحبه كده، هو ده النادي الاهلي اللي شبهنا واحنا شبهه، وهنفضل طول الوقت بقاماته الاداريه اللي بتسلم بعض في الرياده وفي الصداره.